ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تحياتي لحضرتك كابتن اسلام. الحمد لله. مباراه مهمه على الرغم من انتهاء الدوري وفوز النادي الاهلي، انها لن تؤثر بشكل او باخر على نتيجه المباراه، لن تؤثر بشكل او باخر على الترتيب، ولكن في النهايه تبقى مباراه الاهلي والزمالك تاريخيا واحصائيا لها اهميتها وجماهيريا ايضا. طبعا هي مباراه القمه او البطل الوصيف دلوقتي، من يعني بتعتبر حاليا ليها، هي بطوله خاصه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. بس انا شايف ان المباراه النهارده مهمه اكتر كمان للاسارتي. لاسارتي مهمه قوي ان هو يعني هو حصل على الدوري، ولكن لسه له بقى البطوله الخاصه عشان كمان يزيد كمان ويدخل قلوب جماهير النادي الاهلي اكتر واكتر. يمكن كمان رقميا يا كابتن اسلام، مفيش ولا مدرب اجنبي يعني منذ مانويل جوزيه استطاع الفوز على نادي الزمالك. اخر فوز للنادي المدرب اجنبي قاد النادي الاهلي الفوز على الزمالك كان سنه 2008 2009 في الدور الاول مع مانويل جوزيه. فالنهارده لاسارتي لما يفوز على نادي الزمالك اعتقد ان دي هتزوده كتير جدا، هتدخله كمان بقى قلوب الجماهير الاهلاويه، غير ان هو حصل على اصعب لقب دوري من لما جه من شهر يناير، كان موسم صعب جدا، وبالتالي المباراه يعني مهمه جدا 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 كمان لمستر مارتن لاسارتي. يمكن لو شفنا ارقامه ما بينه وما بين كابتن خالد جلال مدرب نادي الزمالك، يمكن لاسارتي دي نبدا بيها اول حاجه، المقارنه ما بين مستر مارتن لاسارتي وكابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال، يمكن مارتن لاسارتي 21 مباراه مع النادي الاهلي في الدوري، كسب 17 وتعادل 2 وخسر 2، نسبه الفوز 81%. النادي الاهلي جاب معاه 37 هدف، معدل الاحراز الهدف في الماتش الواحد 1.7، النادي الاهلي استقبل 11 هدف وحافظ على نظافه شباكه 11 هدف. ايوه. نيجي بقى لخالد جلال مع نادي الزمالك، لعب 3 مباريات كسب مباراه واحده بس. معلش يا احمد، قبل بس ما نكمل كلامنا في المقارنه دي، عايز اسالك، هو هل من الممكن ان نقارن ما بين 21 مباراه و3 مباريات؟ هو انت يعني تحديدا مع خالد جلال، المعدل بيبين، وكمان خالد جلال هنشوف حاجه معينه تفيدنا. ماشي. ايه هي؟ ان انت بتتكلم في ان هم جايبين نادي الزمالك مع خالد جلال جايبين 6 اهداف في 3 مباريات، اذا مستوى الهجوم بتاع نادي الزمالك كويس، معدل كويس. أيوة. هدفين في كل مباراه، ولكن في عندهم عيوب دفاعيه كتير جدا، بدليل ان هم استقبلوا 4 اهداف في 3 مباريات. النادي الزمالك مع خالد جلال ولا مباراه خرج بشباك نظيفه، فالارقام هنا مهمه جدا، ان ياكد لك ان هم عندهم عيوب دفاعيه كتيره جدا. مع خالد جلال كل مباراه بيدخل فيهم هدف، ولكن على المستوى الهجومي هم عندهم قدرات هجوميه كويسه. برضه على مستوى الانجازات، مستر مارتن لاسارتي اخذ الدوري الارجواني الدرجه الاولى سنه 2005 و2006 مرتين، واخذ الدرجه الثانيه سنه 2004، ومع ريال سوسيداد برضو اخذ الدوري المصري مع النادي الاهلي. اما خالد جلال ليه بطوله واحده بس، كاس مصر مع نادي الزمالك كانت سنه 2018. مظبوط. دي على مستوى الانجازات، فبالتاكيد المباراه دي مهمه جدا جدا لمستر مارتن لاسارتي. طيب.